صندوق أخبار. السلام عليكم ورحمة الله. قام العديد من مستعملي منصة تيك توك بأفعال مخجلة للبحث عن المشاهدات وربح الأموال، فقد وجد عدد من تيك توكيين الجدد ضالتهم في التمثل بالحيوان وحتى الجماد، فبات من الطبيعي مشاهدة رجل يقول أنا سمكة. أنا سمكة، أنا سمكة، أنا سمكة، أنا سمكة، أنا سمكة، أنا سمكة. وآخر يقول أنا تقشر. أنا تقشر. وامرأة ناضجة تقول أنا مقلاة، أنا بيضة. أنا مقلاة، 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 أنا بيضة، 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 أنا بيضة. أنا البرمة والكسكس، أنا البرمة والكسكس، أنا البرمة والكسكس، أنا البرمة والكسكس، أنا البرمة والكسكس. وكل شيء في سبيل الجوائز المالية التي يجود بها المتابع والأوفياء بعملية التكبيس. كبسوا 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 كبسوا. وللتذكير فقد قامت دولة الأردن بإغلاق تطبيق تيك توك وكذلك المملكة العربية السعودية. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد، وإن أعجبكم فيديو اضغطوا على زر الإعجاب.